كابتن ضياء السيد مدرب منتخب مصر الاسبق ونجمنا الجميل. مساء الفل يا كابتن ضياء. مساء الفل يا كابتن شفانة، مساء الفل. اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يخليك. دلوقتي في ظاهرة اسمها الانتقال للدوري السعودي. بقى مش ظاهرة، ده واقع. كانت ظاهرة وكانت بنتفرج، بقت فيها هجوم كتير. واضح ان في مشروع كبير هناك، يعني احنا الاول خدنا موضوع مشروع كريستيانو، كبير. قعدنا نقول في الاول منظره، وقعدنا نقول الفلوس دي بيصرفوها ازاي، تعرف احنا بنقعد كده نتخن صوتنا واحنا بنتكلم شويه، ثم بمرور الوقت بتكتشف انه ده في مشروع بيتعمل، وبعدين هنا 4 انديه بيخشوا في صندوق الاستثمار السعودي بيصرف عليهم، ثم 4 انديه في الدرجه الثانيه شركات هي اللي بيعلن ان في شركات هتتولى الصرف، يعني في فكره بتتم وفي اسماء. كابتن انا بقول كانتي، حكيم زياش، كوليبالي مدافع تشيلسي، مندي، اوباميانج، نيمار، موتينيو، رياض محرز، جندوجان، مودريتش، سانشيز، كل دي مفاوضات معاهم. لا ولسه اكتر، لان ده هو المشاهير يعني، يعني ده كمان الاسماء اللي هي يعني هم البراندات يعني. البراندات ماشيه الاول 4 انديه، وبعد كده بتنزل ده ليه 3 لعيبه او 4، وده ليه 3 ماشيين. هو مشروع كبير طبعا، وابتدى من بدايه انشاء صندوق الاستثمار السعودي. دخلوا نيوكاسل، بدأوا بنيوكاسل، ابتدى بنيوكاسل وعمل طفره كبيره جدا بشكل كبير، انه يطلع الرابع ويخش في بطوله اوروبا من يعني ماشيين بشكل كويس واستثمار ناجح. هم عايزين الاستثمار ينتقل كرؤيه اوسع للدوري السعودي والرياضه السعوديه عموما، يعني فتاخد الايفنتات كلها، تاخد البطولات، تتعامل بس هو استثمار مكلف برضه يا كابتن ضياء، عشان برضه ما طبعا. نظلمش لا لا نفسنا هنا، لان انت بتصرف عليه جدا في الاول لا، جدا احنا ما بارقام، فيش وجه مقارنه طبعا. لا ما فيش وجه مقارنه، يعني بتصرف عليه جدا عشان تجني لا بعد كده. بتصرف مش عليه جدا، انت حط جدا دي من هنا لحد انت الرياض. بتتكلم في مليارات يا كابتن، طبعا. لا انت مليارات الدولارات يعني. وبعدين هم اللي معليين السقف علشان المقاومه تبقى ضعيفه، عشان يعني كابتن نخلص. اللعيبه بتسيب انديه اوروبا الكبيره، وانت بتتكلم في نيمار يعني ممكن يسيب باريس سان جيرمان عشان يلعب في السعوديه، انت بتتكلم في اللي بيسيب تشيلسي او بيسيب كريم بنزيما ما جددش ريال مدريد عشان يلعب في اتحاد جده، لا بالظبط فبتتكلم بالظبط. في مانشستر سيتي. القصه ومش مجرد ان انا هجيب بس، لا انا بغير البيئه كاملة، البيئة الرياضية، وبعمل بجدد في المنشآت، بعمل مظبوط. سيستم قوي بشكل كبير جدا، علشان يعني فوائده كتيرة جدا 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 وكمان ترويج حتى للسعودية. للدولة السعودية هو ترويج طبعا، طبعا طبعا. لسه هتلاقي الايفنتات بتتعمل وحاجات، ربنا يوفقهم بيشتغلوا فعشان كده بقول يا ويحققوا كابتن لما الهدف. يتكلموا مع لعيب مصري في ظل الارقام اللي بتدفع، واحد زي لا طبعا، الشناوي لا مثلا، لا لا، ما نرجو من الجمهور ما يتعصبش على اللعيب، لانه يعني واحد الموضوع زي الشناوي تقييمك مجتهد. يا كابتن لما مندي يروح مثلا حارس مرمى تشيلسي والسنغال ومنتخب السنغال، فبتتكلم مش اقل من 10 15 مليون يورو، واحد زي الشناوي هيروح بكام لما مندي ياخد 10 15 مليون يورو؟ والشناوي ما يقلش، ده احترف وخد فرصته وظهر في تشيلسي وكل حاجه، مظبوط مظبوط. بس على مستوى الافريقي، وانت حضرتك الشناوي كان معاك في كاس افريقيا ولعبنا المباراه الاخيره مع السنغال. هم يعني لولا اصابه الشناوي، ابو جبل قال لي لعب النهائي، بس كان الشناوي بقى قصاد بس مندي يعني. في الكاس العالم كان الشناوي، مش كده؟ كان مش فاكر، الشناوي في ماتش كاس العالم هنا كان وهناك. الشناوي هنا وهناك، فيعني ما يقلش عن مندي، مش كده؟ بالظبط. الامور مش سهله، وربنا فهل بيكون لما يروح هناك هياخد راتب اقل من 2 3 مليون يورو في الشهر، في السنه اسف، ناخد يعني، ده هيبقى اقل حاجه يعني، ده قليل يعني. فلما اللعيب يحولها بقى ويحسب ويشوف، فده الحقيقه مش المساله مش سهله، مش هينه يعني، الموضوع مش سهل والله، يكون في عون مجلس اداره النادي الاهلي، لان هو انا بس هنا السؤال بمناسبه مجلس اداره الاهلي وحضرتك احسن حد تجاوبني، انا بقول ما فيش حد ملوش بديل، مظبوط لا كده؟ طبعا، لا لا لكن لا، كيف تختار؟ هو ده الفكره. لازم هتتعامل بهدوء، لانك انت لازم تتعامل بعمليه يعني تبادليه. لو انت بس قررت انك هتختار ازاي يا كابتن؟ هتجيب برضه واتفقت، ازاي؟ ده قصدي لو البديل. قررت واتفقت انت هيبقى لك دخل انت، بس هي العين بتعودت خلاص على الشناوي وخد بطولات و و، لكن لما الدنيا انا بقولش كده ان النادي الاهلي لسه، ما اعرفش النادي الاهلي يعمل ايه مع الشناوي. تمام، اصل في تصريح للشناوي قال انا هخرج من الاهلي من الباب الكبير، فهو بيلمح انه هو يعني في شبه اتفاق،
يعني ما قالش ان مهما تجيلي عروض انا قاعد، لا ده قال نصا كده ايا كانت العروض المقدمه لي فسوف يكون خروجي من الباب الكبير من النادي الاهلي. انت عارف انا قارئ جيد لبين السطور. انا عارف. فهو كان ممكن السطور واللي ورا السطور مش اللي بين السطور. هو كان ممكن يقول مهما كانت العروض المقدمه لن اترك الاهلي ويقفل، لكن قال انا مش فواضح ان في شيء باتفاق وده حقه. ودي يعني اذا اعتبرت ان من يستحق جائزه في النادي الاهلي بعد المجهود الكبير في السنوات الاخيره والثلاثه دوري ابطال افريقيا في اخر 4 سنين والمجهودات دي كلها، الشناوي واحد من الناس اللي تستحق المكافاه. الشناوي طبعا واحد من الناس دي، وجاله بصراحه عقود قبل كده واحنا في بطوله العرب، وكان جاله النصر. مظبوط. نادي النصر، وبعد كده هو راح كاس العالم للانديه، اعتقد النادي الاهلي قال له احنا عندنا بطولات وعندنا، فالراجل ما تاخرش وقعد. طيب. والقصه طيب ما اعرفش هتتم ازاي يعني. انا بخبراتك يا كابتن ويعني بقرايتك الجيده طبعا لانك احد نجوم النادي الاهلي ومعرفتك باداره الاهلي، انا من الكواليس قالوا لي ان الشناوي لو مشي بديل ابو جبل. هل انا بقول لك اللي بيتقال في الكواليس، هل ده طرح مناسب لهذا المركز كخبرات، ولا تقول لي يجيبه صغير يبقى مع علي لطفي وشوبير؟ يعني في ناس بتفكر بالطريقه دي، وفي ناس بتقول لك لا انا مش هقعد، انا مشي بلوك هجيب واحد بنفس الخبرات دي احطه في الحته دي. بص انا اتعاملت مع ابو جبل في البطوله الافريقيه، وابو جبل جون كبير وجون كويس لما بيركز، وبيبقى مركز في شغله ومركز بدرجه كبيره جدا. بيبقى كويس، لكن انا بشوف انه النادي الاهلي اتحط في مواقف صعبه في الفتره اللي فاتت، صعبه جدا. وشايف ان علي لطفي ادى اداء كويس جدا، وان مصطفى شوبير ادى اداء كويس جدا، وراهم حمزه موجود في المنتخب الاولمبي بيأدي اداء كويس. عمليه انه يشوف حارس بره حاليا موجود في الدوري المصري، انا بعتقد الاعتماد على الثلاثه دول هيبقى افضل بالنسبه لي. يعني انت مش مع فكره ان لو حتى يروح ابو جبل سنه او سنتين؟ يعني دلوقتي الفوارق مش كبيره يعني. انت مش مع الفكره دي؟ طيب. لا. طيب تمام. طب الحاجه الثانيه في رايك، هل الاهلي تاخر في تجديد التعاقد مع حسين الشحات؟ يعني انا يعني عرفت ان الاهلي امهله الاخر الساعات الاخيره امهله اسبوع للرد، يعني خلاص واضح ان العلاقه كمان المفاوضات دخلت في سكه اللي هو الاهلي بقى بدا يكشر. لا ما هو الحاجات دي عندك اسبوع وترد. لا ونقفل الباب. ليها تجارب، لان هو الكلام بقى ابتدى مع حسين متاخر. انا بشوف ان هو ده اللي عايز اقوله بقى، هل الاهلي تاخر في النادي الاهلي ايه، لكن انه يستنى اللي بعد، خصوصا بعد افريقيا يبقى فري. فري يا كابتن وفي قمه تالقه. حتى وهو خد بالك يعني، حتى لو حسين في فتره من الفترات تراجع الاخيره دي، في فتره كان في تراجع مستوى، اللي كان لازم يبقى في حسم. اي حد في عقده فاضل خلاص اخر سنه ليه لازم تحسب ده الاهلي يا كابتن. ضياء كل اللعيبه اللي هتخلص عقودها السنه دي تاخر، وبعدين انا ما اعرفش دي ظاهره في العالم كله ولا ايه. يعني مثلا حسين. يعني مثلا لا ده حسين وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وايمن اشرف وياسر جدد ورامي جدد. لا مفيش اعلان لسه، كله كلام بس مفيش اعلان رسمي يعني حتى الان مفيش اعلان رسمي. لكن في الاخر حتى لو جدد يعني من اسبوع، من 15 يوم، من 20 يوم، طبعًا من شهر، برضه متاخر. لازم من بدري ما يتسابش. بس هل دي ظاهره يا كابتن؟ يعني انا مثلا لما بشوف لعيب زي بنزيما، واحد من اهم اللعيبه في ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو ان لم يكن اهمهم، وفضل برضه ريال مدريد سايبه لغايه ما في النهايه جاله اغراء كبير جدا ومشي. ما هو المارد طلع مع حكم جاي من بعيد. حتى لو مفيش مارد يا كابتن، بس بنزيما ما كل العالم ممكن يفاوضه، الانديه الكبيره في العالم، ما هو نجم كبير. لا ميسي مثلا في باريس سان جيرمان برضه لغايه ما عقده خلص. كانتي لغايه ما عقده خلص. جورجينيو لغايه ما عقده خلص. يعني انا برضه ظاهره في العالم ولا مش فاهمها دي؟ مش ظاهره، هي الظاهره الجديده اللي هي غيرت التفكير وغيرت المفاهيم، ظاهره الصندوق الاستثمار السعودي. يا كابتن ما هو اللعيب معروف. لا معلش، ما انا هقول لك، ما هو اللعيب
بيفكر في لولا وجود العرض المالي الضخم من صندوق الاستثمار السعودي في الوقت ده، فطبعا لعيب بيفكر وبيفكر وبياخد. ما صندوق الاستثمار يا كابتن ظهر من انتقالات الشتاء اللي فات بس مع كريستيانو. بس لكن الفكره لما اتوجدت، لما اتقالت اول ما الكلام مع نيوكاسل على رونالدو، ما الناس ما كانتش مصدقه في الاول. ما في يناير انا اقصد يعني الان طب هو بنزيما عقده كان 3 سنين، مفترض بعد السنه الثانيه تجدد، ده اقصد. بالظبط بالظبط. لكن خد بالك دايما اللعيب اللي بيكبر مهما كان حجمه بره بيمشي سنه بسنه سنه بسنه في التجديد. طالما سنه فوق ال 32 او 33 بالظبط دايما. اول ما ممكن وجهة نظر على طول بتمشي كل اوروبا تمشي معاه سنه بسنه سنه بسنه سنه زي مودريتش بيجدد سنه بسنه مع الريال. بالظبط كله مودريتش كروس كله بيمشي كده سنه بسنه. فعشان كده الامور ما فيهاش تقاعس يعني. بيقول لك الواد اسمه ايه ده الباك بتاع راموس، راموس فتعرض معلي فلوس. ده راموس ده ما بيعملش غير بيقبض اخر 3 سنين ما بيلعبش يعني. ده بيقول لك اتعرض عليه قال في السعوديه ما اعرفش مبلغ كام مش عاجبه ومد اشتراطات واصل مراته ما اعرف. هو انت بتلعب، هو راموس بيلعب في باريس سان جيرمان يعني؟ راموس ما لعبش كتير، هو دخل تقريبا سنه مصاب يعني. بيتنك يعني، ما بيقول لك انا هخش اغرف فلوس كتير، فقالوا له شكرا يعني. برضه هي مش قصه برضه انت يعني تيجي تاخد فلوس وتمشي يعني، برضه هم لهم تقييم برضه يعني، مش